نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش الندوة الافتتاحية للسنة الجامعية 2015-2016 تحت عنوان الجامعة ومنظومة البحث العلمي كدعامة للجهوية المتقدمة. الندوة كانت من إلقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. اليوم في إطار الجهة هناك أوراش كبيرة مفتوحة، وهذه الأوراش بدون إعادة الاعتبار الكفاءات البشرية والموارد البشرية الموجودة في الجهة، أكيد أن كل هذه الأوراش ستبقى لن تحقق الآمال المرجوة منها. فإذا هذه مناسبة لإعادة سؤال أي علاقة للجامعة بالجهوية المتقدمة، وأي موقع للجامعة في ظل التحولات الجديدة وفي إطار لا مركز وفي إطار الجهوية المتقدمة. أكيد أن مثل هذه المحاضرات يعني مناسبة للإجابة عن هذه الأسئلة. إقرار الديمقراطية التشاركية وإشراك الجامعة كرافعة للتقدم والبحث العلمي ساهم هذا اليوم في تجاوب كبير خلال هذه الندوة بين كل الفاعلين سواء مسؤولين أو طلبة أو باحثين بجامعة القاضي عياض. يمكن للجامعة بواسطة مراكز البحث أن تقوم بدراسات معمقة لخصوصية الجهات ولمعرفة الحاجيات كل جهة من أجل محاولة معالجتها في سياق هذه الجهوية المتقدمة، إضافة إلى دور أساسي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية اللي هي التربية على المواطنة. فالوثيقة الدستورية الحالية أكدت بشكل فعال وأساسي على التربية على المواطنة وعلى ثقافة المساواة ونبذ العنف ومناهضة التهميش وغيرها. رغم افتقار المغرب للبترودولار يمنح حوالي 2 مليار درهم من الميزانية المخصصة كمنح للطلبة، كما أنه عازم على رفع النسبة المخصصة للبحث العلمي إلى 1%، ورغم ضعف هذه النسبة تظل إيجابية مع ما تعرفه بعض الدول. أكيد أن البحث العلمي في المغرب كباقي البلدان العربية يعرف بعض التعثرات، خاصة في الجانب المتعلق بتمويل البحث العلمي، بحيث أنه لا يتجاوز 1% كناتج من الناتج العام الداخلي، وبالتالي فهذه النسبة ضئيلة، والمغرب يسعى إلى الوصول إلى رقم 1% على الأقل في أفق 2016، خاصة وأن أغلب الدول العربية لا تتجاوز رقم 1% بخلاف بعض البلدان المستوى الأوروبي واليابان ومجموعة من الدول التي تفوق 4%.